السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب الغر الميامين. ازيكم يا سنون العدادي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هناخد مع بعض اول درس في الوحدة الثانية بإذن الرحمن. هناخد الدرسين 1 و2، فتعالوا نبدأ ونقول بسم الله ونبدأ الفيديو بتاعنا على طول. زي ما انت شايف العنوان unit 2 it's my favorite subject، يعني انها مادتي المفضلة. it's my favorite subject. تعالوا بقى نشوف مع بعض الدرسين 1 و2 ونقرب الكاميرا. طبعا النهاردة هناخد listening وreading. زي ما انتوا عارفين الدرسين 1 و2 بيبقى فيهم listening وreading خلاص، وبيبقى فيهم grammar. فاحنا هنشوف يعني لو الفيديو طويل معانا هنخلينا في listening وreading بس، لكن لو الفيديو مش طويل هناخد معاهم الايه الجرامر. تعالوا نشوف مع بعض. ادي lessons 1 and 2 الدرسين 1 و2. اول كلمة كده معانا كلمة حصة او درس listen listen listen، مش listen، لا listen listen. طيب مادة الحاسب الآلي computer studies computer studies او computer studies، مفيش مشكلة. جرس bell bell bell، وخلي لي بالك من الكلمة دي قوي عشان هناخدها كتير دلوقتي. مكتبة للقراية او الاستعارة، يعني هقرا فيها كتب او هستعير منها كتب، اسمها library library، واخدناها قبل كده. جدول مواعيد time table time table. مادة الدراسات الاجتماعية social studies social studies social studies. خلي بالك ان السي اي اول ما يجي وراها حرف متحرك على طول هنطقها ش، تمام. طيب عندي بقى مادة الفن المسرحي دراما دراما دراما. طيب عندي بعد كده الملعب play ground play ground. مادة التربية الفنية اللي هو الرسم يعني art art art، اسهل مادة معانا. نمطي او نموذجي اسمها بقى ايه typical typical typical. يعني ايه نمطي؟ يعني الحاجة اللي بيعملها كل يوم شبه الروتين كده، تمام. قاعة او فناء المدرسة اسمها school hall school هول، تمام. طيب تعالوا بقى نشوف البوب كويز. هنا عندي كلمة دراما typical play ground library. on a note holiday I visit my cousin go shopping and play games play a game of tennis. بيقول بقى في اجازتي الايه بزور ولد عمي او ولد خالي او ابن عمي يعني، وبيقول بزهر للتسوق وبيلعب لعبة، فيبقى يوم ايه او اجازة ايه typical، تمام. نمطية او نموذجية الحاجة اللي بيعملها دايما في الاجازة. at break I play with my friends in the، بيقول في الفسحة بلعب مع أصحابي فين؟ بيبقى في البلاي جراوند. I like going to the نقط at break to read books، هتقرأ كتب يبقى في اللايبراري، تمام. تعالوا بقى نشوف كلمات الدرس الأول. عندي كلمة هنا السفر أو التنقل traveling traveling traveling، فرق أو اختلاف difference difference difference. طيب كلمة إلا ربع اللي هي بقى للوقت للساعة، لما أقولك مثلا الساعة 3:15 أو 4:15 اسمها quarter two quarter two، يبقى الأر الأولانية مش هنطقها، ما تقولش quarter two، لا اسمها quarter two quarter two. النص بقى اسمه half half half، ال H silent، تمام. دي الحاجات بتاع الساعة. تعالوا نكمل باقي الدرس. عندي بعد كده كلمة بقى وربع هتبقى quarter past quarter past. لغة language language. طيب الفسحة أو الراحة اسمه ايه break break break. مادة دراسية subject subject subject. طيب نيجي بقى لكلمات الدرس التاني. عندي أيام الدراسة school days school days، سهلة جدا. طريق road road road. نظر المدرسة head teacher head teacher. طيب الحياة اليومية daily life daily life. نيجي بقى هنا لكلمة رحلة قصيرة اسمها trip trip، يعني مثلا يوم يومين ثلاث ايام، فرحلة قصيرة. اخيرا او في النهاية finally finally finally. مدينة نيروبي نيروبي نيروبي. طيب دولة كينيا 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 كينيا، تمام. طيب نيجي بقى للأفعال في المضارع وفي الماضي في التصريف الثالث. get up هتبقى got up got up. mean meant meant ring rang rung، تمام. طيب الكلمة وعكسها عندي usual أو usual هتبقى unusual، تمام.
طيب تعالوا بقى نشوف الـ definitions التعريفات. عندي كلمة Arabic معناها ايه؟ بيقولك the main language of Arab people، اللغة الرسمية للعرب، تمام؟ يبقى Arabic. Art, painting and drawing، خلي بالك رسم وتلوين يبقى مادة الايه؟ الرسم. Computer studies, the subject for learning how to use a computer، بيقولك المادة اللي بتعلمك ازاي تستخدم الكمبيوتر، يبقى دي الحاسب الآلي. طيب الدراما بقى مهمة جدا جدا، بيقولك the subject of how to learn about acting، ادي مفتاح الحل. اول ما بتلاقي كلمة acting اللي هو التمثيل، يبقى احنا بنتكلم على الدراما اللي هو الفن المسرحي. English, the language of England, the USA and many other countries، بيقول لك ان الانجليش ده هو لغة الناس في انجلترا وفي امريكا وفي بعض الدول وفي كثيرة من الدول. Home economics اللي هو مادة الاقتصاد المنزلي، the subject for learning about cooking and skills for the home، بيقول لك المادة اللي بنتعلم فيها عن الطبخ وكمان مهارات في المنزل، تمام؟ طيب religion اللي هي مادة التربية الدينية اللي هو الدين، the subject for learning about how people believe in، المادة اللي بنتعلم من خلالها الناس بتؤمن بإيه، تمام؟ أو إيمان الناس. نيجي لباقي الـ definitions. بيقول لك بقى الساينس اللي هو مادة العلوم، اهو قرب لك الكتاب، بيقول لك بقى ايه؟ the subject for learning about how to test and understand facts، it includes biology, chemistry and physics، بيقول لك بقى ان مادة العلوم دي هي المادة اللي احنا بنتعلم منها ازاي نفهم ونختبر الحقائق، تمام؟ وبيقول لي بقى ان هي بتحتوي على كيمياء بقى واحياء وفيزياء، يبقى دي مادة العلوم. بعد كده بقى social studies اللي هي الدراسات الاجتماعية، the subject for studying people and how they live، بيقول لك ان هما بيدرسوا الناس يعني وازاي بيعيشوا، يبقى دي في الدراسات الاجتماعية. نيجي بقى لتعريفات تانية. عندي كلمة break اللي هي الفسحة، the time at school when you don't have lessons، بيقول لك الوقت في المدرسة اللي ما فيهوش دروس، يبقى دي في الفسحة. library a place where you can borrow and read books، وانها كتير المكتبة المكان اللي بتشتري بتقرا فيه الكتب او تستعير منه الكتب. playground الملعب a place outside where children at school can play، بيقول لك مكان خارجي يعني والاطفال بيلعبوا فيه في المدرسة، يبقى ده الملعب. bell an object that makes noise when you ring it، بيقول لك بقى شيء بيعمل ضوضاء اول ما ايه بيرن. hall a large room where people can meet together، بيقول لك حجرة كبيرة والناس بتقابل فيها بعض. طيب typical بيقولك means usual، تمام؟ typical معناها حاجة ايه؟ نمطية عادية، تمام؟ طيب نيجي بقى للgeneral notes. عندي كلمة verb to be، verb to have، يمتلك، بتيجي بمعنى كتير، معناها مثلا يمتلك او عندي او لدي، ولما تيجي مع الوجبات يبقى معناها هي تناول، تمام؟ طيب عندي بقى verb to do، في حاجات لازم تيجي معها verb to do زي do homework يعمل واجب، do computer studies، do the housework، يبقى الحاجات دي لازم تاخد معها verb to do. by وon وin مع وسائل المواصلات، by يعني بواسطة الحاجة دي، تمام؟ بواسطة العربية، التاكسي، ايا كان، تمام؟ اما بقى on وin تعالوا نشوفهم مع بعض. بيقول لك بقى ايه؟ لو لقينا، بص معايا كده، by قبل وسائل المواصلات بشرط عدم وجود اداة او اي كلمة اخرى قبلها زي او an او ذا او my، وان وجدت كلمة اخرى بغير حرف الجر الى in او on. بص كده معايا، لو قلت لك باي كار او باي تاكسي مفيش حاجه فاصله ما بين الكلمتين، اهو مفيش هنا لا ولا ان ولا ذا ولا اي كلمه، فباي ووصلت المواصلات على طول. لكن لو حطينا اداه معرفه او اداه نكره يبقى هقول ان او اون، تمام كده يا اولاد؟ طيب تعالوا نشوف هنا، بيقول لك بنلاحظ ان حرف الجر اون دايما بنستخدمه قبل كلمه فوت، اون فوت يعني ماشيا على الاقدام، تمام؟ وبتاتي قبل وسائل المواصلات العامه زي الاتوبيس، الطيارة، القطر، كل دول بناخد قبلهم on، تمام يا ولاد؟ طيب drive someone to a place يعني بيوصل شخص للمكان ده بالعربية، ما drive يبقى أنا هسوق العربية.
طيب هوم وذير بيقول لك بنلاحظ الكلمتين دول مش بيجي معاهم اي حرف جر خالص. احنا متفقين ان كلمه هوم ما يجيش قبلها حرف جر. بقول اي كم هوم تمام، اي جيت هوم، اي ريتشد هوم تمام. فهمنا كده. برضو كلمه ذير ما يجيش معاها حرف جر. اون وين وقاف مع الوقت غنيها ان اون اد شهور ايام ساعات، بس كده هتبقى سهله معاك. هنا بقى بيقول لك ايه a girl's school و a girl's school. الفرق ما بين دي a girl الفعل الاسم هنا مفرد لكن هنا جمع. طبعا هناخد الحاجات دي في الايام اللي جايه. بيقول لك هنا اول حاجه a girl's school المدرسه اللي بتذهب اليها بنت، اما a girl's school دي مدرسه بنات بس تمام. لما تيجي جمع يبقى مدرسه بنات، لكن دي a girl is school اللي هي يعني كده لو قريتها كده هما الاثنين نفس النطق، بس دي معناها المدرسه اللي البنت بتروح ليها تمام. طيب اي كلمه بقى يا اولاد physics mathematics زي ما قلنا كده الحاجات اللي اخرها حرف الاس بنعملها معامله المفرد تمام، زي كلمه gymnastics اللي اخذناها قبل كده وقلناها في الدرسين اللي فاتوا. طيب the verb get with different meanings. get لها كذا معنى، لما اقول لك get home يعني يصل للمنزل، و get up يعني بيستيقظ. كلمة ring يا اولاد لو جت فعل يبقى معناه بيرن، ولو جت اسم هيبقى معناه خاتم. am و pm، am في النهار و pm بالليل. far away و far from، far away يعني بعيد، اما far from بعيد عن، يبقى انا هجيب مكان وراها. a long و along، a long بيجي وراها اسم مفرد تمام، وبيبقى معناها مثلا ايه طويل. لما اقول لك مثلا ايه زي المثال ده engineers are building a long road now، بيقول لك ان المهندسين بيبنوا طريق طويل دلوقتي، يبقى انا بوصف الطريق ان هو ايه طويل. اما كلمة long يعني بامتداد، يبقى مثلا I like walking along the river، انا بحب اتمشى على النيل يعني جنب النيل تمام. خلي بالك عشان دي بتفرق جدا. هنا بقى التعبيرات وحروف الجر هنقراهم دلوقتي في الليسنين والريدنج. تعالوا نشوف اول لسن كده معانا على الدرس الاول، امل او امال وانجي بتقول لها ايه I like the new timetable. What's your favorite day انجي؟ قالت لها انا حبيت جدول المواعيد الجديد، ايه هو يومك المفضل؟ قالت لها I like Thursday we have social studies first on Thursday then we have English and then we go to science that's my favorite subject. قالت لها انا بحب يوم الخميس لان عندنا دراسات اجتماعية في الاول تمام، وبعد كده هناخد درس انجليش وهنروح للايه للساينس العلوم، وبتقول ان دي مادتها الايه المفضلة. قالت لها بقى امال my favorite days today، قالت لها اليوم المفضل هو النهاردة. we have math عندهم رياضة first اول حاجة and second lesson after break today، وتاني درس بعد الفسحة I love math بتحب الرياضة. then we have science and art وبعد كده عندهم ايه ساينس اللي هو العلوم والايه والرسم. I like art too، قلت لها وانا كمان بحب الارت الرسم. but I'm not very good at it، لكن هي مش شاطرة فيه. what do we have tomorrow، عندنا ايه بكرة؟ قلت لها English then religion، قلت لها English وبعدين دين is next بعدي then Arabic بعد كده عربي and then home economics وبعد كده اقتصاد منزلي. after break بعد الفسحة بقى we have social studies عندهم دراسات اجتماعية then we have science and computer studies بعد كده بقى عندهم علوم ودراسات وحاسب آلي. finally we have music بعد كده قلت لها هناخد موسيقى، قلت لها then we do we when do we have drama، هناخد امتى الدراما؟ قلت لها that is the last two lessons on a Tuesday and the last lesson Wednesday، قلت لها ده هيكون اخر حصتين يوم الثلاث واخر حصة يوم الاربع. قلت لها it's time for the next lesson now see you later، قالت لها ده وقت الفسحة وقت الدرس التاني اشوفك بعدين تمام. طبعا هنا عشان تعرف ازاي تقول انا بفضل المادة دي او كده. هنا بقى بيقول لك say the time is listen and check a quarter past 10. طبعا هنشرح الساعة المرة الجاية ان شاء الله على السبورة عشان تفهمها، هقول لك يعني هشرحها ان شاء الله بطريقة سهلة جدا تمام. a quarter past 10 يعني تجيب بقى من ورا 10 وربع، هنا half past 12 12 ونص تمام، من past يعني و تمام، half past 5 يعني على 5 ونص، 25 past 7 يعني الساعة 7 و25 دقيقة يعني ونص لخمسة،
5 to 12 يعني الساعة كام؟ 12 إلا 5. A quarter to 9 يعني الساعة 9 إلا ربع. تمام؟ تجيبها من وراء. تعالوا بقى نشوف reading بتاعتنا اللي المفروض ان احنا نعمل عنها paragraph. دي life around the world، الحياة حول العالم او الحياة اليومية حول العالم. I am a Kenyan. I live in Nairobi and in Kenya. This is a typical day for me. تعال بقى نشوف ازاي تتكلم على typical day عشان تعرف تعمل عنه paragraph. بتقول اسمي أوكايو وعايشة في نيروبي ودي في كينيا، وبتقول النهاردة بقى هكلمكم على اليوم اللي مزاجي ليا. اول حاجة on school days I get up at half past six. بتقول في ايام المدرسة بتصحى الساعة 6:30. I usually have breakfast with my family. بتقول عادة بتناول فطار مع عائلتي. My school is far away. المدرسة بتاعتها بعيدة so we never walk there. عشان كده هي ما بتمشيش ابدا. My mom and dad drive us there. بتقول بقى بابا وماما بياخدونا بالعربية هناك. It always takes a long time because the roads are busy. بتقول بقى ان دايما الطريق بيبقى زحمة عشان كده بياخدوا وقت طويل. When we hear the bell at 8 o'clock اول ما بيسمعوا الجرس الساعة 8 بالضبط we go to the school hall. كلنا بنروح بقى للفناء بتاع المدرسة. We have four lessons. اهو معلش انا لخبطت. We have four lessons. عندنا اربع دروس. Then it's a break. يبقى بياخدوا اربع حصص وبعدين فسحة. I usually talk with my friends in the playground. دايما بتكلم مع اصحابها في الملعب. But sometimes we go to the library to read books. وساعات بيروح المكتبة عشان يقروا كتب. After break بعد الفسحة we have more lessons. عندهم دروس اكتر. We have lunch at half past 12. بيتناولوا بقى الغدا الساعة كام؟ 12:30. School finishes at 4 o'clock. المدرسة بتخلص الساعة 4. When I get home لما بوصل البيت I have sometimes to eat. بتاكل يعني. Then I always do my homework. وبعدين بتعمل الواجب. My brother and I usually watch TV before we go to bed. And at about half past 8 I have a busy day. بتقول بقى بعد ما تخلص الواجب بتشاهد هي واخوها التلفزيون قبل ما بيروحوا يناموا الساعة كام؟ 8:30. وبتقول ان اليوم بتاعها بيبقى busy يعني مشغول او مزدحم كده. تمام؟ طيب تعالوا بقى نشوف هنا الفيديو سكريبت ونحل مع بعض على الكلمات. الفيديو سكريبت عايز تقرأ وراه مش عايز براحتك. تمام؟ بيقولك ان افريكا America, Asia, and Europe. Most children between the age of 4 and 18 go to school. بيقول لك في أفريقيا وأمريكا وأسيا وأوروبا معظم الأطفال ما بين سن الأربع سنين إلى 18 سنة بيبقوا في المدرسة. تمام؟ إحنا الطبيعي إن إحنا مثلاً بندخل أربع سنين اللي هو KG1 وبنخلص 18 سنة. دي لو الناس مثلاً هتخلص مثلاً الدبلوم. تمام؟ اما بقى الناس اللي بتخلص كلية لا بتقعد شوية. تمام؟ طيب بيقولك بقى معظم الدول دي او القارات دي بتبقى ما بين الاربع سنين ال 18 سنة. بيقولك بقى they often study subjects such as math, Arabic and English. Students study in the morning and sometimes in the afternoon too. بيقولك بقى بيدرسوا ايه مواد زي الرياضة والعربي والانجليزي. والاطفال اللي عادة ما بيروح المدرسة بالصبح واحيانا بيبقى بعد الظهر. Some children go to school from Sunday to Thursday. بيقولك بعض الاطفال بقى بيروح المدرسة من يوم الحد للخميس زينا كده في مصر. Other children go to school from Monday to Friday. وفي بقى اطفال بيروح من يوم الاثنين لحد يوم الجمعة يعني بيروح الجمعة عادي بس ده مش في مصر. When they finish school لما بقى بيخلصوا المدرسة some students choose to go to university. بعد ما بيخلصوا المدرسة طبعا اللي هو مرحلة الثانوي. بعد ما بيخلصوا الثانوي في ناس بتروح لuniversity الجامعة. Some of the most important universities in Africa and the Arab region are in Egypt. بيقولك بقى ايه معظم او الجامعات الاكثر اهمية في افريقيا او في المنطقة العربية عامة هتلاقيها في مصر. تمام؟ There is الازهر university طبعا هتلاقي طبعا جامعة الازهر. This is one of the oldest universities in the world. ودي من اقدم الجامعات في العالم. And there is Cairo university in Giza. وكمان في جامعة القاهرة في الجيزة. Here people study subjects like art, science and computer studies. بيقول لك كمان الناس بتدرس هناك رسم اللي هو الفن يعني والعلوم والدراسات والحاسب الآلي.
do you want to go to university؟ بيسألك بقى هل تحب تروح الجامعة وإيه هي المواد المفضلة تحب تدرسها في الجامعة. تمام، تعالوا بقى نحل على الكلمات. أول حاجة كده بيقولك إيه، مش عارفة، واضحة كده. أول حاجة we have 7 not on the school days، school day عندنا 7 إيه في اليوم المدرسي، يبقى 7 دروس. تمام، lessons some pupils study not to make some shows، بيقول لك بقى ان الاطفال بيدرسوا ايه عشان يعملوا بعض العروض. خلي بالك shows زي الاكتنج التمثيل، يبقى بيدرسوا دراما. we can know everything about countries seas and rivers in not class، بيقول لك هنتعلم عن الدول والبحار والانهار في مادة ايه، يبقى social studies الدراسات الاجتماعية في الجيوغرافي مادة الجغرافيا. طيب هنا بقى بيقول لك ايه، we know it's time for the next lesson when we hear the school ringing، بنعرف ان الدرس التاني بدأ في المدرسة لما ايه اللي بيرن، يبقى البيل B-E-L-L. at break في الفسحة I play games with my friends in the، في الفسحة بقى بيلعبوا ألعاب فين، يبقى في playground. on a not weekend I visit my grandmother، بيقول لك في الويكند دايما بيروح يزور جدته، يبقى typical حاجة نمطية. تمام، زي الروتين كده. طيب can I look at the not to know the time of English lesson، بيقول لك ابص في ايه عشان اعرف امتى وقت درس الانجليزي، يبقى التايم تيبل اللي هو الجدول. دينا not swimming on Thursdays and Saturdays، قال لك دينا بتذهب بالسباحة ايام الخميس والايه والسبت، يبقى جوز. تمام، احنا قلنا اي حاجة فيها اي نشاط فيها اي ان جي بياخد جو على طول. in the is the subject of how to learn numbers، numbers الارقام يا ولاد، يبقى الايه الماس. طيب I go to school at quarter not 7، quarter يجي وراها يا تو يا past، انا عندي هنا past، لا يبقى تو، تون هي مس اللي هي تي او بس. تمام، لكن دي ايضا ودي رقم 2 ودي تو اللي هو صباع الرجل. طيب هنا بقى بيقول لك is the subject that helps us learn how to use the internet، يبقى انا هستخدم الانترنت، يبقى computer studies. تمام، بعد كده بقى is the time at school when you don't have lessons، الوقت اللي ما عندكش فيه دروس في المدرسة، يبقى بنقول عليه break. a not is a place where you can borrow and read books، سهلة جدا، اول ما الاقي الكتب يبقى على طول الايه library. طيب هنا بيقول لك my uncle not me to school yesterday، والله عمي هو اللي خدني امبارح للايه للمدرسة، يبقى drove. تمام، الماضي من drive يعني خدي بالعربية. منى was late، منى كانت متأخرة، we had to go to school not a taxi، خليني بالك بقى هنا بيقول لك تاكسي، هينفع باي؟ no، لان احنا قلنا باي لازم يبقى لازق فيها بتاع وسائل المواصلات. on ولا at ولا in، بيقول لك بقى كانت متأخرة، يبقى هي راحت بتاكسي، مش هتنفع at، فهتبقى on ولا in، هتبقى ايه انا تاكسي، احنا قلنا on بتيجي مع foot. when I know at home، لما بوصل البيت I have my lunch، بتناول الغداء، يبقى get home. خلاص كده يا ولاد. طيب هنا بقى في جزئية الساعة ان شاء الله بقى المرة الجاية هشرحها لك على السبورة بطريقة سهلة جدا وبسيطة، هتحبها وهتعرف تعمل عليها جمل في ثانية. تمام، هناخدها بالطريقتين، وكمان هناخد يا ولاد الجرامر بتاعتنا المرة الجاية ان شاء الله. فلو عايزين بقى اي حاجة اكتبوا في الكومنتات، واشوفكم بقى على خير في فيديو جديد، واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.